شباب بس نديروا ميوت، معلش معلش دقيقة نديروا ميوت. يلا يلا مدام شباب بو شباب، عيسى يا شير اونلاين حبيبي بو اخوتي، عيسى شير اونلاين جولة واحدة ماشي، شايف كل ماشي سلام جولة واحدة ما تسمع فيها كل شيء. نبدو جولة كبسة على طولة مع بعضنا، قيادات كتيبة مع بعضنا، نبدو جولة كبسة على طولة. لو في حاجة خلوا في الدبل، توكل على الله، واحد اثنين ثلاثة شدوا شدوا في راس ارحب شدوا. كتيبة 3 في 5 على النظارة، 3 في 5 على النظارة، تكبيس على النظارة، تكبيس على النظارة، شدوا تكبيس ياد، شدوا تكبيس مينا قلبي، شدوا تكبيس. لا ده انتوا لسه ما تسحرتوش شكلكم، على الطلاق شكلكم لسه ما تسحرتوا. نشد تكبيس يا شباب، نشد تكبيس يا شباب، نشد تكبيس يا شباب، نشد تكبيس. والله العظيم كلكم لو كبستوا لنجيب سكورهم، اسكورهم 29000 وانا عندي 9400. الو تكبيس. احنا عندنا 4000 الله بشويه. هو فضل عامل زي العيال بتوع المدارس ليه كده؟ داخل بشنطة و ايه ما السكسي ده، شكله طفل منحرف. زي طبع من بوي وخوالي، خوالي كيف الصقر. نعم صاحبي نعم شباب شباب، لو في قفاز حيرموا على الدبل، لو في قفاز حيحطوا على الدبل. قفاز في الدبل يا كتيبة و150 وردة بسرعة، بل ما اجيب لكم نشيد. شباب شباب بلا مصغرة، 150 وردة الدبل 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 150 ورده مش سولجان يا فضل، ما عندش مستوى فضل. تيلي تيلي كم يوم انا نطقع في خشمك تقول لي انا ما عنديش مستوى. شباب اخ ترى ما عادش عندنا مستوى. شباب شباب لو في التربل قفاز على التربل، شباب لو في قفاز على التربل وافتروا، قفاز على التربل وافتروا. روحوا على الترابل يا كتيبة، على الترابل مع بعض يا شباب، مع بعض تكبير تكبير ترابل يا كتيبة، ترابل يا كتيبة لسه فاتح. لا جدعان، لا جدعان يا جدعان، ده يا جدعان يا دين أم يا جدعان، يا دين أم يا جدعان. أنا مستوانا راح في داهية، على طلبة عديم المستوى، راح أفتح لايفات واتساب أحسن. لما تريبل وسكورنا كده، ده التكبيس المفروض يعدي. لا والله العظيم عيب يا كتيب، اقسم بدين الله عيب، والله العظيم عيب. يعني احنا تكبسنا يعدي السكور ده ازاي بقى؟ مفيش تكبيس يا عم، الأشكال دي تكسبنا أنا. شباب والله
سلم والله اللي تخشش لك في الريح يا قود. يا شو نقول سيرفر عكو والله سيرفر عطنا سوي سيرفر شباب لازم يلا 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 ابلغ الامبراطور بدون القلب نو سيرفيس شباب يا حبيبي شباب مكبسين والله شنو في يا جماعه كان انكي كيمو حبيبي يا اخويا والله العظيم والله العظيم حبيبي يا شباب سعد حبيبي يا صاحبي اما شبلاوي تفضل حبيبي الحكم الاول تايجر اوه الجوله الثانيه جولتين عبسي جولتين عبسي من امتى انا في جوله واحده رباعي يعني طيب هاي جولتين مو جوله هذيك كانت انت بتشبه هذه بروجانا ولا رايك لا هاي جولتين كانت لا يا حبيبي ازاي طب انا لسه الثانيه يعني انا بعرف ساعه تلمذ حار ما اقدر بعد اثار نعبس انت ملخبط ملخبط اي نعم عبسي. نفس الكتاف مني لكن لا لا كنا احكام قلت احكام واحد وقالوا احكام اذا يا عمري واسفد والقلبك تايجر الحكم الاول قوله الثانيه قوله الثانيه لا حبيبي احنا قلنا بلانا. لا لا قوله واحده احنا قلنا يا بلانا من امتى نلعب بفوبيا جولتين يا بلانا اقسم بالله عبسي فهمهم داخل صح بلانا بلانا عبسي. انت شخص كبير حبيبي ما شاء الله راح اروح بالجيمنج راح اروح بالجيمنج والله يلا انمي لازم ما اتاخر يلا ايش يلا حصان يا شباب انا راح اروح مش حصان لا ما فيش حصان انا داخل حصان 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 حبيبي وفي ايه يا زميلي وفي ايه يا صاحبي على ابطال ما عارف في ايه يا عم الشغلان خدت هوا انت تبعت الحد ولا نجيب رباعي ولا شنو عندك حد كملي المباراه انت عندك جمهور تكبيس انا عندي جمهور سكور ماشي شكرا يا رنا على التمرينه بتاعتك والله فوق راسي انبسطت سعوديه صح واضح مش ممنوع اللايفات عندكم فضل انت سعودي لا انا ليبي يا اهلا وسهلا الله يخليك الله يسلمك كرام من صديقي انت تبع الجوارح وانا عارف يعني انا لسه جاي من 30 ضغط ها لسه جاي من 30 ضغط نتيل عشان كده ما شاء الله البنج رافع عندك شكرا يا جماعه عامل ايه يا مستر مدح الحمد لله قلب انت عامل ايه وانت فضل حبيبي اخبارك حبيبي يا اخويا والله بخير ونعمه انت شو اخبارك ان شاء الله يا رب تكون بخير كيف حال الطيور الحمد لله كله كويس يا رب حد ولا في حد بعت يا انتوا بتلعبوا جوله ولا انتوا عايزينه هات حد معاك وانا وفضل تقيلة أهلين وراك يا أخي إعادة أجين ما شفتش كويس الله أرح تجيب بينا العيد اليوم لا 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 هذه تطلع في البيت وتتسرمح وتتمروح ولابسة هيك ما فهمتها يا عم الناس قاعدة في بيوتها عادي هاي فيتناميات ما بيعرفوا طب ماشي أسفين إحنا دخلنا للصالة دخلنا للصالة بالغلط ما كانش قصدي والله يعني بعت لي تاني ابعت لك تاني مش معقوله شغاله لابسه كده ليه ابعت لي تاني بس مش شغاله هاي مش شغاله هاي بتسوي اظافر بتسوي بتاعه الاظافر انا عندي انيميا اظافر بايظه برضو انا هو فين يصلحوها هو اللي جهرتهم هو في حد بيسمي اسمه كده جهرتهم انا ضبطكم يا شباب وان شاء الله اشوفكم بعد شوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب انا برضه اهو ضفتك يا نتلاقوا ان شاء الله نتلاقوا السلام عليكم يلا عليكم السلام يلا عليكم السلام عليكم سلام يلا عليكم السلام يلا انا سلام انت حبيبتي ربنا معاك سلام بقول لك يا مداهم ايه ده يا دوت راجل بقى انا دور معلش حقك عليا انا الداعي مين ما فهمتش بس مداهم ما ينفعش لعبك تفضى يعني بقى كده كتير هات حد قوي اعدلها طب هشوف استنى اعدلها ما تعدلها يا واد يا مداهم حسيت ان هي شدمه كلمه اعدلها يعني اهو ايوه بس بك بس بدك نفوز جوزيف هلا رامز هلا والله مداهم مرحبا مرة جديدة ما فهمتش جو حبيبي اجيب حد قوي يا جوزيف في ظهر بعض انا اصلا طيب يلا شد لها نشوف شو الوضع يا بالله لو في مودريتر يبلك ال جوزيف قوي يا رامز انا عارف جوزيف جميل مش دايما يا مداهم مرات هيك مرات هيك جوارح كله كده يا حبيب قلبي ما كله يعني هيك وهيك في عنا شدوا يا جوارح يلا شيروا تجريع تكبيس كبسوا يا صبايا تكبيس شباب ما بدي تفهمش يعني تو جوزيف بسألك انت لما تبي تلعب جوله هي الاولى اهلا كيف حالك
اهلا حبيبي بخير وانت هقول لكم شو اخبارك سوبر تو بسالك سؤال يعني انت لما تلعب جوله وهيك يعني تتكلم مع جمهورك تقول لهم يا صبايا كبس وهيك وني يعني بنضلنا شوي نحمس ولا لا بس بتنادي الصبايا ايه لا اكيد اكيد بناديهم بنادي الصبايا والشباب شو زي بعمل ايه عشان البنات تحبني اكتر ما هم بيحبوني خلص ما انت كسرت الارقام انت بحبوك بزياده اي والله بعد حبك زياده دائما انت جمهورك الاغلبيه بتاعته هي رجاله اكيد رجاله انا والله النادي فيكم يا شباب كلكم يعني حتى الاناث كل شيء نقول لهم يا شباب انا عارف انت اللي حاسه بالنقص بس فضل هو شباب يستعمل لاثنين يلا صبايا انا نقول ديما يا شباب حقيقه يعني انا نقول يا رجاله يستعمل لاثنين انا بقول يا فريش حقيقه بنات كبسا صبايا شدوا يا جوار شباب بنات كبسا شباب صبايا صبايا شباب يلا صبايا صبايا كبسا يا منبرات يلا يا صبايا كبير احنا كلنا هنقول صبايا جوزيف ليك بحس انا يعني بحس ممكن الصبايا يكونوا عم بكبسوا يا شباب بحس كبسا يا درايك كبسا يا صبايا يلا يا جماعه افتحوا الضبط افتحوا الضبط شكله غير ما يقول يلا كبسوا صبايا طب انا اخذت تحذير ليه طيب انا اخذت تحذير ليه ليه طب ليه اخذت تحذير انا مسابق على ايه انت عامل اللي يربح ياخد ايه مش فاهم ست تليفونات يا ساتر حصل يا جماعه الدبل يا جماعه الدبل مراهن بدكش تسكر مش حرام جوزيف شباب الدبل انا رستر بعد الجوله دي جوزيف ايه حبيبي هو ايه الغلط في ده يا جماعه ها جوزيف ايه الغلط انت حاجه انا جالي تحذير وانا قاعد معاكم ما عملتش حاجه موري كتافك انت استر يا عم ده في ناس بتوري كل حاجه وعادي هم يتحضروش انا فاهم عارف بس الكتاب دي انت اتحضرت عشان وحشه مش عشان هي كتاف انت اتحضرت عشان هي كتاف كده كتاف رجاله لا لازم تكون كتاف ناعمه عشان تفهم دخان الشاي ممكن يكون دخان الشاي سامعني يا اهل الخير مدام سامعني سكرناش الدبل هو انت ليه لو فضلت مكمل ايه الغلط في انك لما تاخد تحذير تكمل ممكن تتلبس بتراستر خالص عشان يروح هو ده تحذير اما الجايبان فهمت فانت تشيل التحذير إيه؟ عشان لو غلطت المره الجايه يكون كمان تحذير ما يكونش بند على طول صحيح فهمت علي الثاني يلا شيرو تكبيح مين بس ده مداهب انا وصل اثنين تحذير منك انتبه إيه؟ عند يا عم احضره انا كاين عندي حضرته وخلاص انا احضره شدوا كملوا شيروا تجريح يلا بس انا خرب بيتك يا شيخ اخ يا رب اسمعني جوزيف كملوا ايه حبيبي ما انا مسافر الفتره الجايه ما انا مفكر تسافر الفتره الجايه بلا ان شاء الله على باريس بص بقى الاسامي اللي بتنزل باريس. الحاجات دي ان شاء الله ايه حلو بص بقى الاسامي شو بتعمل في باريس يعني مثلا ما فهم قول اسمك وانا اقول لك شو بعمل باريس هو شويه شغل بدي اخلصهم شير وتجريح يا رب ما شاء الله عليك ان شاء الله ربي يوفقك حبيبي وانت فضل دخلك زير لبنان قبل لا والله ما عمري جيت والله ما عمري حصل لي شرف اني انزل لبنان بس والله خاطري اجي اكيد قلب شرفنا ان شاء الله بالصيفيه حلوه الاجواء اذا بتحب والله هو تاشيرتها تقريبا عند الوصول سهله يعني صح بتخيل حسب كل بلد ايه ما بعرف ليبيا عند الوصول كانت 2000 دولار زمان يا جوزيف تدخل بس ب 2000 دولار تدخل المصريين والله كان لازم معاك بس يبقى معاك فيزا بس ده كان زمان يعني من 3 سنين ولا حاجه لا دلوقتي لا عند الوصول دلوقتي عند الوصول بتقدم بيعطوك الفيزا يعطوك تاشيره رامز احنا كنا نروح كمان على مصر كنا نروح دغري ناخد عندكم على المطار هلا لا صرنا بنقدم ننطر اسبوعين انا بقول لكم شيء تخيل ايام زمان ايام القائد رحمه الله عليه معمر قذافي تخيل زمان ان احنا كنا ندخله لمصر مش بجواز سفر ولا تاشيره بالهويه ومصر كان شخصيه برضه وبرضه مصريين يدخلوا عندنا بطاقه شخصيه تخيل بطاقه شخصيه ندخل مصر لك ان تتخيل يعني سلام لو الوطن العربي كله اتفتح على بعض شدوا يا جماعه يا رب ان شاء الله هو هيك لازم هو هيك لازم المفروض الوطن العربي زي برا الاوروب الهولندي يدخل بلجيكا وبلجيكا يدخل كذا اتكلم في الموضوع ده من رئيس الوزراء بتاع قطر يا ريت والله يا ريت على فكره كان بيعملها حتى معمر قذافي قبل يعني كان بيخليها كلها مع بعض متحده يعني مصر تطلع ليبيا ليبيا تطلع الجزائر كل شيء انا هرستر بس يلا أوكي يلا يلا ساوي يلا جزائر بحكم الاول كتيبه عبال ما رستر
ادخلوا على الانستغرام هتفهموا ايه هي المسابقة. الانستغرام بص ابسط لكم الموضوع خالص عشان في ناس ايه يعني فهمها بطيء شوية. بص يا غالي انت هتعمل كده، دي صفحتي، هتدوس على الانستغرام كده اهو. بص شوف الستوري اخواتي اهو، هتدوس هنا وتشترك في الاكاونت ده، هتشترك عنده. ده يا اما تشيلك غرفة داهية هرستر ماشي. اوف ليه اه والله عشان اكتشفت انا مش عارف اتعامل، انا مش عارف ارد على الحاجات اللي بتحصل قدامي ولا في ناس بتتعامل يا مسجرة ايه مالك ما انت شفت يا بس يا ام عمر ما تفهمش مهم يعني. فانت اللي اديتني امل يعني ان والله ممكن يعني لو واحدة شرشوحة زيك في الجست يتكلم معاه ازاي؟ مش هرد عليك يا عم ده مع الكلام اللي انت بتقوله ده. لا ده انت ست الكل. انتوا يعني نمتوا؟ انتوا نمتوا؟ بص هتعمل نفسها طيبة. ايوه هتعمل. انا هسيبك لربنا سبحانه وتعالى. النهاردة ليلة قدر انا مش هقدر ارد عليك. ايوه ايوه. ما انا عارف. خلصتي من الايمان يا ام عمر. يلا يا جوار. شكرا يا نورة والله شكرا. ما بتقصرش. تعالى نفاطر. جوار فين الالفة؟ جوار بتوعي. الالفة يا كتيبة. الالف. طب ما جاش اشعار، طب انا اعمل ايه؟ ما جاش اشعار انا اعمل ايه؟ انت قول لي اعمل كذا وانا هعمل. اه يا ظهري انا من ساعه ما الاكونت ده ما اتفك من الحظر النهائي اتعوريني مش عارف ماله حورس قلبي. بنتك ده ام عمر ها؟ دبل 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 شباب دبل عرفتنيش عليهم. بحبها اكتر من ام عمر عشان بتحبني حتى لما كنت متخانق معاها. هي جت قبل لما انت جيت. يسعد قلبك يا لمار. الله يسعدك يا لمار. قولي لي يا بنت بتحب مروان ولا لا؟ 1950 1950 يا جماعه 1950 على الطلاق. يلا يا جماعه اتضبل اتضبل. طب اسمع ولا تسمع قول كده. يسعد قلبك يا سوسو. كفو يا دايما سلمى جدا. يلا يا جماعه اتضبل اتضبل. حبيبتي يا سلمى حبيبتي يا سلمى. ما انا لسه بقول لك بنتك بتتشال على الراس كتيبه. يا بنات يا رب عنا الطابل يا جماعه الكينج دلوقتي يا رب ويشغلوا اللايف يا جماعه الطابل. روح عنا الطابل يا جماعه بيسوني سبق يا شباب. سيبوش الطابل على الدبل على الدبل يا جماعه الطابل يا جماعه. تاكل نوره مع نفسها يا رمضان نطيات. كفو والله في نطيات. رمضان كريم يا عيوني رمضان كريم نطيات. شوف عنا الطاره تكبير. شد 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 مع بعض يا اخوان لو سمحت. نطيات حبيبي شكرا. انت بتكتب طلب انا والشيخ. عنا الطاره كتيبه. ما تريحوش. عنا الطاره كتيبه. عشتك ريحه يا جماعه. عشتك ريحه. عشتك ريحه. عنا الطاره عز نطيات. كفو يلا يا جماعه احنا في اخر 30 ثانيه. علاء يا علاء الدين. علاء وحبيبي شكرا يا علاء. يلا شد شد علاء نطيات. نورا عاش يا جوار عاش. جهزوا لاخر 30 ثانيه. هو احنا عمالين بنخسر ليه؟ مين بنخسر من القفاز؟ بس كيف نعرف القفاز؟ جوارح قفلوها 2000 قفلوها 2000 قفلوها 2000. شدوا يا جوارح. احنا عايزينك تقفلها 10,000 اقل حاجه. 2000 ما ينفعش يا عم رامز. لسه بنسخن عم مداهم. ما تضغطش على الجوارح هيتعبوا منك. يلا يا جوارح شد. لا 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 شداد اسمع يا اخواتي مكبسين مكبسين يا اخواتي. خلينا ناخد الجوله يا اخواتي. بدنا قفاز هلا. بدنا قفاز بالثواني الاخيره قفاز. الله يسعدكم يا بنات يا رب. الله يسعدكم يا بنات. اخر 30 ثانيه. اخر 30 ثانيه. نوره قفاز يا نوره. قفاز يا اخواتي مع القفاز يا اخواتي. مدام جوارح نطيات. مدام نصر نطيات. كل شيء كام ولا ايه؟ احنا هنخسر والله. لا جوارح يا لما قفاز. فاير ووركس فاير ووركس فاير ووركس بيضرب خمسه فاير ووركس بس والله العظيم خربت خالص. جدو عاش يا جوارح. عاش 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 يا ارحبي. والله نعرف ناخدها. راح يقف لا جوارح جوارح ولا لا شدوا شدوا
الله يسعدكم يا اخوات. شلتوا يا جماعة السكور سهل. الله يسعدكم يا عاش يا جوارح. اي كده عاش. اسلموا اسلموا. عز طلع مدعم الحفله يا مكسب سين على تعب يا بعد راتي من جوه انت وقفت كل الدعامين يا خسكر انت حسكر الدم. الله يسعدكم طبعا انتوا كلكم اسمكم لمار اختكم عمر على قد طبعا انا هعرف اقرا كلها اقرا الشيخ فين لمار يا لمار الله يسعدك شدته كويس انسوا السكور مش مشكله السكور كتيبه شير شير عشان اللايف من ساعه ما فتحت واقع عشان هم قبلوني فانا بعتوا لي قبلتهم على طول المفروض كنت اقعد شويه شير يا كتيبه يا مداهم يا ام عمر احلى هو في يا حبيبتي هو في في البرنامج كده شويه زعابيب كده والدنيا هتحلو شامي حبيبتي على ايه يعني هتدقدق اسمك شغلنا هتدقدق وهتبقى زي العسل المشكله ان انا خدت التحذير كان لايف 10000 رستارت مش راضي يطلع من 5 6000 هيطلع هيطلع ما هو كده كده هيطلع بس الكتيبه تشير بس يلا جوارح شير الجوله الثانيه يلا يا جماعه ناخد الثانيه نكبس مع بعض اللي هم ضربتين ثلاثه بس نوصل لل 1000 بالقليل لما نتجرس تكبير الله يسعدك يا رب يا حبيبتي يا ام شوره طفره انت المزيكا زايد شويه يا جماعه شدوا تجريح تجريح زين ايه عاش يا جوارح ما كنت بتقرا لي اسمها بالانجليزي الله يخليك تكبيش هي تاني واحده دي ايه كبست لما هي اول واحده لا التاني بعد علاء دي بيجي اسمها بيجي بيجي. ده ولد وبيدعمنا انا احلى بيجي في الدنيا بيعطف عليك الله يسعدك الله يسعدك تكريم اتعشيت الله يخرب بيتكم هلا يا الي يا اخويا امبارح صحيت لقيت توب 2 انا كنت في الطب طول الليل ايوه بتودي الفلوس دي كلها فين يا ام عمر والله يا اخويا مدام ربنا يكفيك شري والله فعلا صدقتي ربنا يكفيني شري حرام عليك انا بربي اربع عيال حرام عليك ده انت تسددي ديون الدوله باللي معاكي 102 انا بدي 102 ورده او 102 اي شيء مع بعض يا اخواتي ورد مع بعض لا نجيبهم يا اخواتي قسما بالله ورد دبل ما يروحش مع بعض يا اخواتي دبل مستحيل يا اخواتي 102 ده حد ينزل بدنا ورد بعد لانه مش قادر ولا شيء بس ورد يلا كمان يلا تصفر مستحيل مرحبا يا احمد اديني يا سوس الله يسعدك قلبي علي هيا دوار يلا كملوا شباب نشد الجوله دي بعد اذنكم نشد الجوله دي بعد اذنكم يلا التكبيس ما يقفش التكبيس ما يقفش جوارح يلا على الدبل على الدبل مع بعض يا اخواتي من غير دبل في الدبل يا جوارح حد ينزل لنا قفاز يا اخواتي يسعد لكم اذا 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 عندنا قفاز نكبوا يا جماعه اذا عندنا قفاز نرمي لا تجريح يا اخوان حد ياخد قفاز قفاز يلا الدبل قفاز عاش يا جوارح كملوا تجريح صبايا على القفاز فاير العاب ناريه تكبيس ما يهوب جماعه شير يا جماعه مش ورد مش ورد على القفاز مش ورد روح تكبيس ما يهوب العاب ناريه او طيارات كفو يا علاء عز طيارات ضرب خمسه كفو علاء عز يا جماعه 5000 شير دول يا جماعه زودوا الشير والله الطيارات صح ضرب خمسه كملوا تجريح يلا بس كيف عرفت انا عايز الجوله دي يا كتيبه انا عايز الجوله دي القف ابيدو ماء وروان ما مصدق هيك بس اثنين من الكتيبه يضحوا بكليتهم علاء وقلوب نوره وقلوب اثنين من الكتيبه يضحوا بكليتهم عاش وبعد ما يضحوا بكليتهم اللي هيحصل هيخسروكوا طبعا انت عارفه الكليه بكام دلوقتي قفاز يا جماعه في اخر 30 ثانيه معانا هنا في اي قفاز بياخد اي سكور من 5000
عناية عناية يسعد قلبك يا غالي. طب بقول لك ايه، استنى رويال ما تنزلش لما اقول لك، ما تنزلش عشان من الفرق مش بعيد. مستاهل قفاز يا مدام؟ ها؟ الله يسعدك يا عناية. مستاهل قفاز ولا نخليه؟ معاك قفاز؟ اه. طب فين يا راجل؟ نزل في اخر دي، اول ما الدقيقه تتم نزل. الله يسعدك يا ربي يا عمري. الله يسعدك كتيبة. الدنيا يلا يا كتيبه، التكبيس مش عاجبني قسما بالله. ماشي يا رويال، انزل انزل يلا يلا. والله اللايف عم يوصل 1.2 ويوقف على القفاز. يا عمري يسعدك ويسعد تونس يا رب كلها. اهل تونس ولا المغرب ده كويس؟ عندهم قفاز، عندهم قفاز، عندهم قفاز. حبيب السكور قريب، السكور قريب. لا لا استحلوه اكتر من كده، استحلوه. السكور قريب يا اخوات. احمد يا اخواتي بلفوه كفو يا نوره. طبعا اضرب شبلح وقلوب يا عيال. سكور صبايا المكبس تكبس لانه حتفرق على قصص خفيفه. احمد ريم كفو يا ريم، عز الله يعزك يا ريم كفو. ماشي حلو حلو يا جماعه. العين روحي بالعين كفو كفو العين. لو نايم شكرا العين. ما خسرتش الجوله. شكرا العين والله. شكرا يا احمد. اذا انا خسرت اسلموا اسلموا رويال. انت على طول خسران طبعا. احمد انت من انت وانت بتب بادك وقلوب نو نيم وقلوب طارق. والله العظيم رافعين راسي احمد. والله تسلموا تسلموا على الشير وعلى التجريح وعلى كل حاجه. هو انتوا حكايتكم ايه النهارده؟ اخواتي انا ما فتحتش على الفطار عشان انا كنت بره بجيب عليا الطلبه ننفذ حط الكلام عشان انتوا ما بتكملوش هدوم العيد للعيال. فاهمين؟ عشان كده ما فتحتش. كان لازم اعمل حوار يا جدعان، معلش عشان زعقت، بس كان لازم اعمل حوار. مش هخلق غير بالطريقه دي. ما انتوا مش هتكبسوا، مش هنفذ احكام لحد. من الاخر مش هتكبسوا، مش مدام نفذ الحكم يا مدام بعد اذن حضرتك. يا ام عمر بس عشان بتخانق مع الكتيبه دلوقتي عشان هما ما بيكبسوش. لا 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 يا جدع سيبهم في حالهم يا جدع. لا 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 عيب يا ام عمر، عيب لما اكون ابن الكتيبه ويعملوا معايا كده مش انا. شفتوا يا جماعه احنا حنين معاكم ازاي؟ قائد هناك بيبهدل الكتيبه. ده انا بترجاهم يكبسوا يا مدام. يلا يلا يا يلا قول احكامك يا كمورين. حش الدبانه دي بكرة على وشك. دبانه رادة في الشارع اقول لها ايه؟ طب يعني دخلت بالغلط. شوفوا حتى مستوية الدبان والله العظيم ستة اصيلة كل الكرم. احنا بنروع عشان العيد. شدوا يا جوارح شدوا. عاش والله. طب ام عمر قولي احكامك. الحكم الاول تروح تقلع التيشيرت وتلبس واحد غيره. ماشي. الحكم الثاني تصلي ثلاث ركعات النهارده عشان النهارده ليله القدر. هو بجد النهارده ليله القدر؟ اه والله النهارده. هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ والله ما اعرف. اليوم الجديد ليله القدر ولا امبارح اللي لسه خلص؟ النهارده. اليوم الجديد؟ لا النهارده. اليوم الجديد ده. النهارده واليوم الجديد ده، يعني انا دلوقتي مش شرط أيوة النهارده. النهارده ليل 23. ايوه النهارده 23. مالكم مالكم فيكم النهارده؟ عمر بيسالهم اشمعنى ثلاث ركعات فعلا؟ لا بص هم مش موضوع ثلاث ركعات يعني. هو الشيخ قال كده. لا هو بيصلوا بيروحوا يصلوا التهجد بيقعدوا قد ايه؟ بيقعدوا يعني كتير مش قادر تصلي مثلا. هو يا جدعان اللي انا اعرفه ان ليله القدر دار الافتاء. ايوه ليله لا مش 27. اللي بتقول 27 ده غلط، انت مش فاهمه حاجه. هي في اخر 10 ايام بيجي يوم فردي. برافو عليك مدام. لا يوم 21 لا يوم 23 لا يوم 25 لا يوم 27 لا يوم 29. غلطان يمكن حقكم تقولوا اللي غلطان. الحكم الاول رامز كملي كملي. مش معروف بس مش معروف بس ممكن تكون ليله من ليله القدر. ايوه فعلا بس هم دار الافتاء ممكن تكون النهارده. ما احناش عالمين.
حاصل ممكن تكون 25 ممكن تكون 27 ممكن تكون 29 ممكن تكون 21 اللي عدت من يومين ممكن كل حاجه عم بعطيك الاحكام من الله سبحانه وتعالى انت بتتكلم جوه ولا ايه انا فات ما سمعتكش ليه لا ما رجعت وقفت قلت تكفل صلي لك ثلاث رجعات يا مدام موافق الحكم الثالث استغفر الله العظيم يا رب الثاني وخلاص اصبر بقى عشان انت مش فاهم حاجه ماشي صوره قلب الحكم الثالث مش فاهم حاجه انت بتحضرينه ايه هو في حاجه نقطه كده مش واصله له الحكم الثالث ايه ايه بقى النقطه عن النقطه مش لازم تعرفيها ده سيم بيني وبينه رامز الحكم الاول 20 بوش اب الحكم الثاني قدم لي ام عمر الحكم الثالث اسد يا مدين اسد لما يلهفك ايه اللي حلو شو حلو حبيبي شو حلو قول يا جوزيف قول يا جوزيف حلو. الحكم الاول 20 بوش اب الحكم الثاني يلا نفذ الحكم الثاني انت هلا مقدم برامج عم تقدم ام عمر ايوه قدمها كانها هي نجمه بتيك توك منيح سيء اللي بدك يعمله انا راجل الحكم الثالث عشان انا اصلا قعدت اسمع احكامك سامعوا عليه قول قول عملت له ميوت سامعك دي اشكال تدي احكام ده انا حلك 18000 مره على الطالما يتنفذ لها احكام مش انتوا ما كبستوش هي هربانه كتير اكتر من دول شايف دول قد ايه تعرف تعدهم هربانه اكتر منه وعايزانا ننفذ لها احكام ده احنا بقينا في ايام ما يعلم بلا المولى قسما بالله احنا عايزين الايام تقوم عشان نرتاح يا اما ربنا ياخدنا انا لوحده عشان لو في ناس عايزه تقعد شويه المسابقة الفيديو بتاعها في الانستجرام على الانستجرام ادخل شوف ستوري الانستجرام تقعدش تكتب لي مسابقة بعد الشر يا ابني غلط الموت من الشر عليك والله والله صعب مطبخ وجه الجليات والله مداهم والله كتيبة بالله عليك لا تكلف على نفسك بالله عليك حربي ابو الريان انا قلبي يا حبيب والله العظيم لا يا شباب ما بقاش غير الاشكال دي تكسبنا اشكال دي اخ مدام اشكال دي قلت لي ها ليش متى فزت علي واللي متى ما فزت علي انت من ساعه ما عرفتك كسبتني اول ثلاث جولات تقريبا اسمع انت اللي بحياتك فزت اخرس ثلاث مرات فزت ثلاث مرات احمد ده ثلاث مرات دي لما قالتك انت وصلت ألف مره اخذتك رايح جاي انت والكتيب اللي عندك والله العظيم انا بقول يا اخي ما تحلفش يا اخي اتكلم من غير ما تحلف بيع الكتيب والله واشتري لك على الطلاق ابيعهم الدنيا كلها باللي فيها ما يقضوهم بيع الكتيبه دي مش كتيبة دي بفكرهم الدعابيل اللي عنده وكيس عدين الدعابيل اللي عندي ولك واحدنا ينعد بمية اقسم بالله واحدنا ينعد بمية ينعد بمية انت وشواربك
اللينك مش شغال. لا اللينك شغال. ارحبوا كتيبة 5-5 ورب الكعبة انكو انكو ضغط النص البرنامج اول واحد هذا 5-5 والكتيب اللي عنده حربي ورب الكعبة شكرا الحربي الله يرحم والديك الحرب وحيات الله ما انسرك يا ورب الكعبة والله العظيم وقفاتك هاي والله اخوان والله لازم جودة الرسمية هي 14 شهر والله كلنا بإذن الله انا متابعيني خذ القم ميوت انت القم حد ينزل اسد اقنعي لسه بدئين المسابقة هنعلن ازاي لسه بدئينها النهاردة كله يشترك بس كده والفيديوهات تنزل وعلوا الدنيا على طول دب طخ في اللايف زي المرة اللي فاتت ايه يا مداهم الحكم الاول هيا هواري رنا احمد جو طارق كندر ايه هيثم الشبع ابو عمر مداهم بيج لاف بكتير يلا الحكم الاول يا مداهم جولتين يا حبيب جولتين خليها جوله واحده خلينا هيك حبايب والله العظيم مش لمصلحه لما تلعب معاه جوله واحده بلعب معك جوله واحده تعال عادي 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 بنلعب جولتين عادي اي جوله عادي يعني عادي حتى لو اخسرها اقعد استفزك عادي والله ما راح تستفزني انا مبسوط كثير مره اول حاجه متمون تكبيس مش احكي شيء بلاش اتمند اللهم اني صائم وانتوا الصيام بدأ عندكم؟ ايه؟ الصيام لسه يا عم بدري عادي انا بصوم بالليل كمان لا والله؟ اه بسم الله ما. لازم انت المفروض تصوم ست سنين بحبش افطر مرتين انا افطر قبل شوي وافطر عليك هسه عشان هيك اخرس ولقم ميوت ليه يا اسطى كده ليه يا اسطى؟ تكبيس يا اخوان شروط المسابقة تلاقوها على انستغرام حرب تعب معانا والله سعد افرجيك فيديو شروط المسابقة هتلاقوها على انستغرام خش على انستغرام هتلاقي شروط المسابقة مفيش حاجة في الستوري يا حبيبي خش على الستوري شوف الستوري هتفهم كل حاجة في الستوري اه نفس الشخص اه مفيش حاجه ايه انت بتشتغل نفسك انت كده خش بسرعه على الستوري بتاع الانستجرام وتعالى ايه ده يا مداهم ايه يا اسطى ايه المستوى ده ودي ايه المستوى حربي لا اله الا الله اقسم بالله هيك كثير حربي وحياه كتاب الله هيك كثير حربي حربي والله هيك كثير ابو الحربي أبو الحربي والله العظيم طب احنا 7100 الحسيني جنبي اقسم بالله والله العظيم تحرجوني يا اخوان اقسم بالله This is me ارحبوا يا الحبايب ارحبوا ارحبوا يا العز يا السند ارحبوا والله اني يا مرحبا 55 فاز على 3 7 اكيد يا اخوان 55 يمرض ولا يموت عندهم يمرضون ويموتون تريبل جلد شوفوا كيف بكون اشكالهم انه ما يكونوا قضين جلد على التريبل جلد على التريبل ورجاله الكتيبه كلها بعد اذنكم اول ما التربل يتفتح كبس على النضاره 5 مرات بس التكبيس لو كل واحد فيكم كبس 5 مرات اقسم بالله ناخد الجوله يلا روحوا تكبيس على النضاره
عن نظارة ايوه عليهم المندوش المندوش احمص المندوش قلبي المندوش الحسيني قلبي والله عاش والله والله لازم عاش قلب الحسيني خيري محمد بيج لوف كتيب نهى المندوس الحسيني هواري خيري طارق محمد ايه جولف نهى دارش مومو خالد بيج لوف كتيبة بيج لوف والله عادي عادي مش هو شكله مش يومنا الصراحة والله هو شكله مش يومنا فاحنا هنجيب ناس بقى ايه نخبط فيهم نستلم الواد ده دلوقتي هاي 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 كشاخ فيك بنردهي أنا حب أنت عليك حب ونعب اسمك ينحصل ليونة أنا حبكم يا شباب ونعي الصدق لو ضاد وقته يا خياي أنهي ده بيير أقسم بالله شكرا أبو الريان أبو الحربي يا حبايبي حمو أربي أكي أس ذس إز مي لما احنا دخلنا بعدها حبيبتي ليونة قول أحكامك الحكم الأول يا مداهم يا أبو كتيبة سبع ثلاث سبعات يلا يلا قول أحكامك يلا يلا بوشب بوشب 40 مرة يلا الثاني الحكم الثاني الطاقية أنت لابسها تعبيها مي وتلبسها الثالث الحكم الثالث لا ده ما بنفذوش ده إيش هو الطاقية الحكم الثالث الثاني الحكم الثاني ترجع لورا ترفع ايديك حلو ترفع ايديك وترفع رجل واحدة ممنوع تعمل لي ميوت وممنوع تشغل اغاني الحكم الثالث تسمعني الحكم الثالث يا مداهم يا كتيبة ثلاث سبعات ارفع الكرسي ارفع الكرسي جولي كم هيك ارفعه هيك انت قلت لي الحكم الاول ايه 40 لا دول عاديين دول عشان حتى الكبطاية والعضلة تنفض شوية يلا يلا نفذ يلا يلا لا لا انزل 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 يا حبيبي صار. حبيبي الايباد مرفوع لفوق عد ساكن لا انزل يا متخيلك تحتية يلا بسرعة 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 يلا لا يشطب لا 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 يشطب 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 بس يلا خليه بس راسه خليه بس يحرك راسه لا ما حركش راسه يلا يلا يشطب يشطب والله يشطب والله يشطب والله يقول لك بس خليه يحرك راسه لا راسك اللي ينزل راسك جسمك ما ينزلش يلا يلا روح جيب مستوى يا عم سيبنا نافذ يلا اطلع يلا كتير ثلاث خيات روح الوضع غلبان قوي أرى جرو ايه يخرب بيت كده أرى جروش عاملة ايه حصل ايه ده حصل كتير مع مين مع دعبول ماله قال لي اعمل 40 بوش اب قمت انا اعمل 40 بوش اب وبيرد على واحد في الكومنتات بيقول له بس بيحرك راسه
فانا جسمي كله بيتحرك ازاي يعني؟ هو مفكرني بعمل كده؟ بس انا ما بعملش كده والله. هو على حسب كل واحد شو متعود. لا لا جان وعملت بوش اب؟ بسم الله ما شاء الله. واضح ده انت بازل جهد. بسم الله ما شاء الله. شفت العضلة؟ هذا قبل ولا بعد اللبن؟ خراسي. لازم تشرب لبن قبل البوش اب. لا مش لازم. مين قال لك يبقى لازم بعد؟ رش روش نورة عاملة ايه؟ مذاهم. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. انت لابسة زي ممثلة؟ لا اوكي هي خياطة. احنا كلنا كنا لابسين نفس الالوان بالمناسبة يعني. بس هي لابسة زي دي بتقلدني. اخضريكا. واللي انت لابسة ده يليق مع الاخضر والله. حاسس بحاجة مختلفة فيا؟ لا في وشي. ناصحة. ها في وشي. مالها عينك؟ مش حتى لينسز. انت بدك رجال. انت بدك رجال يهتم ويشوف. انت هبلة. لا احنا مش بنركز في الحاجات دي 100%. لما اذا توقفي ممكن يقول لك الفرق. لا 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 رش يا رشروش ما تخلي كلامك يا رشروش. والله العظيم هيك الرجال. طبعا عم بحكي عن الرجال. هو هيك يلاحظ الرجل في غير وشه. دي الحقيقه بتاعت الراجل. شوفوا لنا رابع. شوفوا لنا رابع. ريس. ريس ده من اوائل الناس اللي دخلت لعبت معهم ببجي. كنت بلعب مع ببجي من 2017. عراق اهلين يا فراس. كيفكم؟ شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. انت كيفك؟ الحمد لله رواء. كثر خير الله. الحمد لله يا رب دائما ان شاء الله. مساء الخير مداهم. مساء الخير نوره. حبيب قلبي يا فراس عامل ايه؟ هلا يا خيي. معلش انا ممكن اعرف انت روتين شفايفك ايه؟ شو روتين شفايفي يعني؟ عجبوه شفايفك. ان شاء الله احنا من كتر التدخين شفايفنا سودة. انا ما بشيلت السيكارة من تمي. لا والله. ما انت بتعمل ايه بقى؟ شو هيك سبحان رب العالمين. من رب العالمين بسم الله ما شاء الله. سوري 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 حلوين. احنا سوريين حلوين ما شاء الله. لا فدي عندك حق. فدي عندك انت ما شاء الله. يغزي العين كتير حلو ما شاء الله. الله يحميك. الله يخليك. احنا ننزل يا نورة ونخليهم مع بعض. لا 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 مش للدرجة. عجبك جاي على عيد. عجبك الطبايع يعني؟ نشوف بقى ربنا يوفق رسين بالحلال. هي بداية الحب شفايف. مالك يا رشوش؟ يا رشوش قال لي كيفك يا خي. قال لي ما انت شو قال لي؟ قال لي يا خي شفايفك كيف؟ يا خي يا خي عادي. يا خي يا خي يا خي يا خي تفضلوا. مداهم انت مش على بعضك ليه؟ العيال وطروني. بس على الشاشة يا حلوين. لبن وبوش اب وشفايف. مداهم راح. كنت بحظر كلمات كده. يا مرحب بالفضايح. يا مرحب بالفضايح. مداهم اتحداك تقف. مالك يا رجل يخرب بيت امي. انت عبيطة. يخرب بيتك يا شيخة. ليش شو فيها اذا قلت لك قوم وقف؟ لا مش عايز اقوم اقف. خلاص امي مش عاوز. طبعا فراس ليف الابراج.
انت بتحب برج ايه بقى؟ برج ايه؟ انا برج العذراء. احنا هنكذب من اولها. انا قلت برج. صرها ترقوة احلى. 41. هي رشروش فطرت اتسحرت والغزالة غائت وربنا يستر. ورد ورد يا حلوين ورد 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 يا حلوين ورد. هو انت ليه ما كملتيش يا نورة بقيت هو ده تيشيرت ولا فستان؟ فستان. قلت لي ما كملتيش بقيت الفستان، دفعتيش ثمنه؟ عشان يعمل الرقبة. هو كده عامل له ايه طيب؟ هو كده عامل له ايه؟ مش كده أحلى؟ لا بس ده لبس العيد يا نورة مش رمضان. ده لبس العيد صحيح، احنا لسه في رمضان. خلاص العيد قرب. هي بتحضر له من دلوقتي. نص يعني عارف شوي شوي هتبقى تقلع. الشيخ حبيبي مع الدبل الدبل اصدقائي الدبل الدبل شايماء الحسيني قلبي جماعه الدبل يا حلوين الدبل يا حلوين قلب الحسين يا شيخ الله يخليك في حالك ممكن تقعد جسوم قلبي يا جسوم. ايوه انا مش عارف الشيخ ده طلع لنا منين في الايام الغبره اللي احنا فيها دي حول الله يا رب. مفيش امل احسن الحسيني قلبي فاز بسكور يا حلوين. ما عندك حدا ينزل لك اسد يا فراس؟ انا اذا بطلب بينزل يا رشوش. شو بطلب بينزل؟ طبعا الحاجات دي بتبقى نوادر في السوق يا رشوش خلي بالك. صبايا حدا ينزل اسد باذنكم بس على القفاز. انا ممكن بقى نقفل بالتكبيس بالتكبيس. صبايا حدا ينزل اسد بس على القفاز عشان ما فيش تكبيس. ممكن وين هديك اللي بتقفازه بضل بيضرب شو كان اسمه؟ قلب الحسين. انا عندي شو بقول لهم بينزلوا ما في منهم كفو منهم. لا والله. ليه انت بتعمل لهم يا فراس؟ بيحبوني بيحبوني الصبايا بيحبوني. الصبايا والرجاله كمان بيحبوني. والله انا الرجاله بيحبوك اكتر من الصبايا خلي بالك. ايه الله يزيد المحبين يا رب. الله يخليك. اللهم امين يا رب. ايه ايه انت غبتي من الراجل. تكبيس تكبيس التكبيس. جماعة ليش هيك التكبيس؟ ليش هيك السكور؟ ايش في يا بنات؟ يا بنتي ده وقت الناس بتتسحر فيه. اذا شو؟ ده وقت الناس بتتسحر فيه. 100%. تفتح بعد كده على طول يا مدام في الميعاد ده ولا هتفتح تاني في الميعاد اللي هو قبل كده؟ انا هفتح بس كام يوم في المعدة عشان خاطر اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ عشان المسابقة. اي مسابقة؟ بص يا بت رشروش عامل مسابقة عاملة ازاي. رشروش انت برج ايه؟ سرطان. رشروش معاك تليفونات. شو هاد تليفونات معموله للكتيبه؟ حلو بيستاهلوا. لا يستاهلوا والله بيستاهلوا. الشروط هيخشوا يشتركوا في الاكونت هيخشوا يشتركوا في الاكونت اللي انا حاطط اللينك بتاعه في ستوري الانستجرام ويبعتوا لي سكرين في الخاص ان هم مشتركين بس خلاص. انا اختار يعني قصدك مشتركين يعني فولو. فولو لمين بقى؟ ايه ده احنا خسرنا؟ ما بص احلى نزل حساب سناب حساب سناب وهاب. بدي يلا الجوله الثانيه. بدي حدا انا اقول له زدت لي اسد زدت لي اسد. ليه شو السحر يا محمد الحسيني؟ لازم يكون في سر. هات السر بالخاص ابعت لي. ابو زياد بيج لاف كاتب شفته عشان ما كبستوش اتبعت له اسد. انا قاعد بنبح بقالي ست ايام ما تبعتليش حوت حتى. شايف مين يا قلبي يا مين؟ لها علاقه بالابراج هاي فراس؟ لا بيحبوني. يا اخي خلاص بيحبوني. انا ما سبالي عم نحكي دعم يا نسيت اكتب
الشيخ ليونة ما الدعم محبي بيحبوني. طب المقابل يا فراس نسيت اكتب يا خيي انت شو المقابل عم يكبسوا لك ويدعموك؟ ده بيكبسوا ده غلاب عشان ما مش لاقيين حد يتفرجوا عليه بس. موبايلات بحكي لهم الابراج كل يوم. لا والله ايه بدك تقلب بسك ابراج. مواصفات برج الاسد ايه؟ الاسد ليك مغرور كتير ومتواضع كتير، كريم كتير لأبعد درجات الحدود، نسوانجي لأبعد درجات الحدود، شهواني لأبعد درجات الحدود، بيحب الخير لكل الناس، مستحيل يرد شخص. شهواني ما تكتش عليها هاي. شهواني ونسوانجي لأبعد، ليك الأسد في ميزة كتير حلوة، بيعامل مرته كريم مع مرته صاحبته نفس الكرم، بس مستحيل الأسد يكون بس بحياته شو إنسة وحدة. وبيحب كل النسوان نفس الشكل، يعني اذا مثلا بتلاقي حب وحده شقره بتلاقي حابب كل اللي بعدها شقر، حابب سمره كل اللي بعدها سمر. امال انا مش ليه كده يعني؟ انا بحب النسوان كلها مش لازم اي نوع. لورد يركب ولا بتحب الاخضر واليابس؟ الدبل يا حلوين. الدبل 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 حرام اضرب بلا دبل حرام. الدبل 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 يا كتيبه. We can do it. We can. كفو 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 كفو. لا يا عدو 60 وردة قدع جسو جسام. بدي اياك تمضي بكرة على خير شوي، بدك تنتبهي من حكي ناس، بدك تنتبهي شوي من الضغط من التوتر هول يومين لأنه الأمر بتجدي. حاولي قد ما فيك تكوني رايقة وما تفوتي بمواجهات وما تفوتي بمشاكل مع حدا. مضي هاليومين بس، هاي السنة سنة الميزان بإذن رب العالمين، سنة كتير حلوة للميزان. الدبل يا حلوين. يا رورو انتوا مش ناويين النهارده؟ انا سكره هيفضل عره كده. شيماء تيرا شيماء الدبل يا حلوين دبلوها. ما بتحبوني انت؟ خلي الدعم محبه. اشقط الدعمين بتوعي بالترا شروش. اشقطهم ازاي؟ علمني. وانا سكره معرفش قلبي جسو. صبايا شكرا. انت زوروني في لايف بكرة هكلمكم عن الأبراج إن شاء الله. بتجيب يا رورو صدقيني أنا. لا ليك رورو ما بتحب الأبراج، بدك حدا غير رورو. بتحب ايه؟ رورو بتحب الشعر. رورو بتحب الشعر. انت اسمر يا اخي. لا 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 انا مش اسمر رقم واحد، رقم اثنين البنات ما بيحبوش الشعر خلي بالك. طب رورو بتحب الشعر. ذوقها مش قد كده، اغلبية البنات بيحبوا الغضنفر. شو قصدك؟ هو ارنب؟ صافت انه انا عشار. صافت انه انت اسد؟ قلبي الحسيني. خلي بالك. بص البنات اللي عندي كلهم بيقولوا لانه بيحبوا الرجل الغضنفر اللي خشن. ايوه دي حقيقه على فكره، يعني مش انا مثلا كبنت التربيل مش الشقر خالص، مش زي فراس يعني. لا 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 ما ترشروش. هيك قصدك؟ بس على فكره فراس مش اشقر اشقر. لا انا مو اشقر، انا ابيض. انت ابيض بس مش اشقر يعني. ابيض وعيونه شو عيونك زرقاء خضراء؟ عسلي خضر اشقر ابيض وعيونه خضراء وشفايفه زهر. شفايف رشوش عندي اخ اسمر. مزبوط عندي اخ اسمر. اذا بقول لك شيء ما في بنت ما بشوفه الا بتحبه كمان كثير حلو والله. اخي كتير حلو الاسماء. طب اشمعنى انت ابيض واحمر يعني؟ اللي اختلف. شو هو اسمر اسمر بس في عنده جاذبيه يعني بعيده، بجوز عيونك كتير كبار. لا سيبك من انه هو اسمر، سيبك من الجاذبيه والحاجات دي. انت ابيض وهو اسمر يعني كان اللي اختلف. لا احنا بنلاقي شعره هو طالع. ما بعرف ليش انا ما بعرف ليش يا مدام ليش طالع. انتوا
هو الألم واحد بس الحبر تغير. يا جماعة ما نكون صايمين. ما فطرتوا؟ ما تسحرتوا؟ هوا عايزين هوا. مش قادر اقسم بالله. يخرب بيت كده. طب يلا انا انبسطت فيكم، بتكون شيء حلوين؟ حبيبي حبيبي نورتنا. ضيفتك مداهمة، ضيفتك نورة. ضيفتك ضيفتك. باي باي باي. اقسم بالله كنت قافش لساني، كان عندي واحده هون بس الحمد لله ان انا ما طلعتهاش. هو شيء مستنكم على شو؟ هو ده هلال بيبعتني قبله. مين؟ هلال. هلال هاتي خش عليها رشرول. هلين هلال. الله الله انك قاعد قاعده كبيره. هاي رشرش. هاي كيفك نوره؟ كيفك هلال؟ والله العظيم احسن. كيفك مداهم؟ الحمد لله. تقصدي بقى قاعد قاعده كبيره يعني هيك معرم؟ معرم ام رشرش ونوره. وانت معرم. يا حبيبي صا 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 صا. شو نورة؟ صا 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 صا. كيف صرتي؟ ايه؟ شبها؟ بارك كانت تعبانة. والله سلامتك. ده ايه حق صالح ده؟ انت زعلت حد؟ لك يا مداهم يا مداهم يا الله ان صالح يا زلمة. يا عم انا ما عم يكتبوا. حتى عندي عم يكتبوا حق صالح. مين صالح؟ ما بعرف. انت لهب تورثه؟ يا اكل مال اليتامى يا ظالم. لهب تورثه؟ من تلك كل عمالين يقولوا ما بينفذش. وشو قصة السكوتر؟ السكوتر لا ما تقولي يا ما تقولي. ما تقوليش ما تقولي. يوه. ما زبطة. ما تقوليش. لا حاجة تخص هلال، حاجة تخص هلال. السكوتر. شو ما فهمت شو السكوتر؟ انا وصغير عملت شيء على السكوتر ولحقين لي فيها من هلا. جابوا واحد صاحبه كان راكب وراه. صح. على السكوتر. يا عمري بس ولا كيف ما بعرف على مطب نحن طالعين على هاي. لا قصدك ضربت بريك. يا دين النبي. انت عملت ايه بصالح يا هلال؟ صالح؟ هو بيفتكر. ايه ده؟ خلص يا جماعة صالح مش الحل، والله العظيم مش الحل، والله العظيم طوشتوني. عليك حكم أسد؟ لا يا عمي. منار قلبي يا منار. عليك أسد حكم يعني ولا أنت عملت إيه طيب؟ إيه المصيبة اللي أنت عملتها اللي قال هيجي عليك؟ ايه عرفتي؟ طبعا امبارح منار على ايه؟ شو؟ على السكوتر يا ست. الله يخرب بيت. شو طب وين الفيديو بدي اشوفه؟ مين بعث لك بس بدي اعرف كمان. والله مين بعث لك؟ اخواتك كتيبة قلت لهم امسح مسح. ليه ما عم تطلعي مداهم؟ تبع صالح كبسوا وبعتوا لي صالح ينزل اسد عشان اجلده احكام. وانا كمان نفس الشيء. لا انت بتلعبي معاه، ما ينفعش شيء تدعم، انا بس اللي ادعم. ان شاء الله مش هبقى عال عليك المره. ان شاء الله مش تبقى عال عليا. كبسوا. تكبيسه كتيبه. ايوه بس مش هتلاقوا الفيديو. ضارب ما تنصح شكلي يا رائد. يا رائد شكلي تكبيسه كتيبه.
تكبيس بصوا رشلوش كل ده بتحرق معاها تموت وتوصل للفيديو مسلك على يا طلا مسلك ده يلا ايه ولا خلص طوشوني يا زلمة ما حد قالك تلعب جولة وما تنفذ أحكام بخي منفذ أنا يا أنا ما تنفذ أنا فاهمة أنا فاهمة اللي بيحصل طب أنا أكثر دلوقتي يعني يا رشلوش أصبر طيب يا السو خوري يا خوري أم يا أم بدنا كمان 300 يا حلوين أجوا الشباب أجوا الشباب خلاص يلا على الدبل المسابقة لسه بدأ المسابقة لسه بدلة بدأة الدبل بوس حدا يبوس حدا يبوس حدا يبوس الديب قلبي شباب على الدبل رش الدولارات ده لسه الدبل مفتوح عنده المسابقة هتلاقيها في ستوري الانستجرام روحوا عن نظارة كتيبة عن نظارة جماعة تكبيس من نار كبيس و ارحب يا مجد تكبيس يا كتيبة يلا تكبيس يا كتيبة يا سو يا ياسو خيري قلبي طارق هو انا كتيبه هو انا نزلت على التليجرام ان انا فتحت هو انا نزلت على التليجرام تمام جماعه صالح روحوا عند هلال جدعان والله العظيم صالح متضايق بطريقه مين صالح طيب مش مين صالح ما بيفهموش عمالين يقولوا هم 100000 ايه 100000 الانستغرام هتلاقيه في البايو انت عامل ايه يا هلال ما عارف صراحه بقول لك ايه يلا ولا يهمك حد يلا كمل زي ما انت خلاص يا جدعان قفلوا لنا الموضوع الله يبارك لكم هو اي حد يكتب كومنت نقعد نعمل ونسوي نعمل حوار بدون حوار ما بعرف شو صاير معه تكبير مين ما بعرف والله ياسو قلبي ماجد احمد خيري ام طارق زيكو الديب وليد زيس بيج لاف كتيبة شايف ما نعمل لك الحكم الاول لعبوا بعد جولة يا لا 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 دي الجولة الثانية يا حبيبي هاي الجولة الثانية امال ايه ده انت ناسي خالص سلامتك انا لعبت معكم جولتين اوكي مين ربح اول جولة اكيد انا عفوا ما انتبه يلا بس انا كمان نفذت احكام نفذ بعد مرة نفذت انت شاري بس كم في المية ده رشلوش
حكم الاول اعمليه فرن. حكم الاول يا هلال يلا تمسك اذنك وتحط صبعك. لا 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 ما بدي ما بدي ما بدي قوم حل عني ما بدي ما نمت ثاني يوم يا زلمه. لا ماليش دعوه. لا 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 ما حاعمله لو بين شو بتعمل ما بدي. انا هديك ثلاث احكام وانت حر. يا يا شو صاير؟ الحكم تلف 10 مرات وتشوط مخدة. الحكم الثاني 2 لتر مي وايدك فوق. الحكم الثالث 20 رشة هضرب فمك. نلعب بعد جولة. لعبنا جولتين يا خي. لعبت جولتين مع مين يا عم؟ لسه لاعبين جولتين. فوق انت بس. نحن لعبنا مو جولتين. انا حاسه كده والله اعلم من الله اعلم ان هي كانت جوله واحده ولا ايه ولا جولتين. جولتين جولتين ماما. يلا يا هلال. عم بيقسموا عندي انه جوله واحده يا عم. جولتين حول الله. انا لعبت معك جولتين والله. لاعبين جوله قبل دي برضه. يا رشروش كم جوله لعبنا؟ والله ما بعرف. انا صار لي زمان مع مداهم. أنا وياكم. خلاص خذها حصان يا هلال. خذها حصان يا هلال. طب العبوا بعد جولة. أنا بدي أنزل. جولتين. أنا نازل. أنت دارك بانجو. أعلى اللايف كان 8000. نفس الشيء أنا. يلا حبيبي باي باي. يلا باي. 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 إيه كتيبة. إيه العيال دي؟ طب بتعملوا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحكم الثاني. تعملوا ايه؟ الحكم الثاني. يلا اعطني احكامك خلاص. يلا الحكم الثاني. تكتبي في البايو فضل كان هنا. الحكم الثالث. مداهم حب عمري. ايوه عفوا اخوي. نفذ الثالث احسن لك. انت جبرتها عطيتها ابشع حكم عشان تنفذ الاول. هو الاول كان ايه؟ الاول كان خمس اسود. خمس اسود؟ اربعة عنده واحد عندي انا صديقه. لا لا. يا عمي تخيل نحكم عينانا كانك انت يا راجل. نفذي نفذي يا نانا. في كفو احكام نفذي. الله يسعدك وانت كفو والله ما شاء الله تبارك الله. بس خلاص رح احط الصوره بما سكر اللايف. لا ما تنفذ. لا لا تخيل الصوره. انت هيك وحسابك يبندوا عليه. يا اخي انت بتقتل الموت عليه. بنكون قاعدين نشغل اغاني 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 اغاني. ما هو لازم احلل الحق الكمبيوتر ده. لازم لازم حسبي الله. اليوم اللي شريت فيه بي سي. Mm-hmm.